Hello, my dear Junior 5 students. لسه مكملين في Concept 2 from Unit 1 which talks about the energy flow in the ecosystem. والفيديو ده بنتناقش فيه حوالين Part 2 من الكونسبت. وبليز ما ننساش نرجع لصفحة الفيسبوك ونحاول نحل كل الأبلودد كويزز and let's start. زي ما شفنا في Part 1 اتكلمنا عن الإيكوسيستم وعرفنا إن الإيكوسيستم this is an area أي مكان أي place أي community أي مجتمع لازم يتوافر فيه شرطين. لازم عشان أقول على المكان ده أو المجتمع ده إن المكان ده إيكوسيستم لازم يكون عندي شرطين. أول شرط اللي هو إنه يكون فيه living organisms و non-living things، يبقى فيه الحاجتين living و non-living things، وكمان إن الحاجتين دول يكونوا بيتفاعلوا مع بعض they should interact with each other. يبقى دول الشرطين اللي بيهم بحكم إن كان المكان ده ecosystem ولا مش ecosystem، إن يكون في living و non-living things والاتنين should interact with each other. طيب الecosystem بيكون فيه living organisms زي plants زي الانيمال زي الهيومن. طب ايه النون ليفينج ثينجز اللي ممكن الاقيها؟ الفود، السن لايت، الووتر، الاير، السويل، الشيلتر، كل الحاجات دي نون ليفينج ثينجز. وخدنا اكزامبلز من الايكو سيستم زي السي او الاوشن والرين فورست والديزرت وكمان التندرا. طيب الانتراكشن اللي بيحصل ما بين الليفينج اورجانيزم وبعضها بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على طريقة سريان الانرجي من ليفينج اورجانيزم لليفينج اورجانيزم تاني، وحنفهم الكلام ده in details دلوقتي. يبقى the interaction between a component of an ecosystem they depend on the flow of energy through these components. مش فاهمين؟ يعني هنا بيقول لك ان الانرجي فلو دايما بيبتدي، دايما سريان الانرجي بيبتدي من a producer من a plant، اوكي، وبعدين يبتدي السريان ده بتاع الانرجي اللي هي بتاخده اصلا منين؟ من الفود، يبتدي يتجه لمين؟ للبرايمري كونسيومر. مين كان البرايمري كونسيومر؟ ده الانيمال اللي بييت اونلي مين؟ البلانت. وبعدين يبتدي يتنقل للسكندري كونسيومر وبعدين تيرشري كونسيومر، وينتهي كل الكلام ده بمين؟ بالديكومبوزرز. افتر ذا ديث of living organisms سواء producers أو consumers الانرجي والنيوترين تبتدي ترجع تاني، يحصل لها recycling تاني للصويل. يبقى دلوقتي احنا فهمنا ان الانتراكشن between a living organism بتعتمد على طريقة سريان الانرجي، مين بياكل مين. طيب تعالوا نتخيل كده، لو انا عايزة ابتدي القصة من الاول هبتديها بمين يا ترى؟ اكيد هبتدي قصة ببروديوسر، تمام؟ ببلانت، بجراس فور اكزامبل. لو عايزه اقول مين الكائن اللي بعده او مين اللي هياخد الانرجي من البروديوسر، اكيد حد برايمري كونسيومر، اكيد حد من الانسكتس اللي بيتغذوا بس على البلانت، يجي هنا الجراس هوبر. طب وبعدين يجي دور السكندري كونسيومرز اللي هم الفراغ، اللي هم اصلا كانوا مين؟ ذيس ار ذا انيمال ذات ايت البرايمري كونسيومر، بياكلوا الكونسيومر اللي بس بيتغذوا عن على البلانت. وبعدين يجي مين؟ يجي دور السنيكس. السنيكس هي كمان secondary consumer وبتبتدي تاكل مين؟ secondary consumer تاني. وفي الاخر ننتهي مين؟ بالترشري consumer اللي هو هنا هو الهاق. خلاص يبقى احنا نتفق ان الانرجي دايما بتبتدي بالجراس اللي هو البروديوسر البلانت، وبعد كده البرايمري كونسيومر، سكندري كونسيومر، والترشري كونسيومر. طب بتنتهي بايه؟ مين اللي بيخلصوا كل الانرجي فلو؟ مين بيخلصوا السلسال ده؟ هم الديكومبوزرز. الديكومبوزرز بيبتدوا يتغذوا او بياخدوا او بيحصلوا على اكلهم من الديد اورجانيزم عن طريق ان هم بيعملوا ديكومبوزيشن او ديكاينج او بريكنج داون للديد اورجانيزم ده. وهم بيعملوا كده بيعملوا لي ايه؟ خدمه. ايه الخدمه؟ ان هم بيعملوا لي ريتيرنينج باك للنيوترينت انتو ذا سويل. طب تعالوا نفهم كمان مره، هاو از ذا انرجي ترانسميتد ان ان ايكوسيستم، ازاي الانرجي بتتحول او بتنتقل في الايكوسيستم. احنا متفقين ان احنا دايما في اي هنبتدي في اي انرجي فلو مين؟ بالبروديوسر بالبلانت، تمام؟ هنا عندي نبات المعيز بتاع الذره، تمام؟ ده بيعمل ايه؟ ده بيتشينج زي ما احنا عارفين through the photosynthesis process اللايت او الراديانت انرجي into chemical energy stored in it. يبقى دلوقتي هو عمل ايه؟ بدأ بايه؟ بدأ ببروديوسر اللي هو البلانت. واحنا متفقين من الاول ان السن it is the primary source of energy on earth for all living organisms،
بعد كده مش احنا نفهم الكلمه اللي احنا كنا حافظينها ومش فاهمينها. مش هنا السن هي فعلا البرايمري سورس اوف انرجي اون ايرث؟ مش هنا بدانا ببروديوسر؟ مش هنا البروديوسر اخذ اللايت انرجي فروم ذا سن، صح كده؟ او الراديت انرجي. يبقى السن هي فعلا البرايمري سورس اوف انرجي اون ايرث. ليه؟ لان دي بدايه الانرجي. ليه؟ جينا لقينا البلانت اللي هي البروديوسر اخذت اللايت انرجي فروم ذا سن وحولتها الكيميكال انرجي، تمام؟ يجي بعد كده مين؟ اللوكست اللي هو ده البرايمري ايه؟ كونسيومر. حلو الكلام. يجي البرايمري كونسيومر يقوم واكل المايز ده، ياكل النبات ده، ياكل البلانت ده، فبالتالي يحصل ايه؟ يحصل له ترانسفير للانرجي اللي كان مخزنها الذره جواه ليه هو. يبقى دلوقتي الانرجي عماله تتنقل ولا لا؟ عماله تتنقل. وبعدين يجي الليزرد السحليه اللي هي هنا ايه؟ سكندري كونسيومر. طب سميناها ليه سكندري كونسيومر؟ لان سامبلي اتس ايتينج ايه؟ برايمري كونسيومر. ولما اكلت البرايمري كونسيومر قامت اخذت الانرجي منه، لان هو اخذ الانرجي من البلانت اوكي وخزنها في نفسه، هو اكلها، هو كمان اتنقلت له الانرجي. ويجي دور السنيك اللي هو هنا تيرشري كونسيومر لانه اكل سكندري كونسيومر، ونشوف برضو ان الانرجي اللي كانت متخزنه في البلانت راحت للبرايمري كونسيومر وراحت للسكندري كونسيومر وفاينالي وصلت لمين؟ للتيرشري كونسيومر. مين بينهي لي العمليه ديت؟ الديكومبوزرز. الديكومبوزرز يوم عامل ايه؟ واخد النيوترين بتاعه، واخد الفود بتاعته، ويبتدي عن طريق الداد اورجانيزم بعد ما كل دول يموتوا ويبتدي يرجع تاني ايه؟ النيوترينت انتو ذا سويل، ويبتدي البلانت تاني يرجع يستفاد منه. يبقى هي عمليه ايه؟ زي ما انتم شايفينها اكنها ايه؟ دايره. طب انا هسالكم سؤال، ده معناه ان السكندري والبرايمري كونسيومر اخذوا الانرجي فروم ذا سن بس بطريقه غير مباشره، صح ولا غلط؟ تاني، ده معنى اللي انا قلته ان كده البرايمري او السكندري او التيرشري كونسيومر اخذ اللايت انرجي فروم ذا سن بس باي اندايركت واي، صح الكلام ده؟ بالظبط كده، طبعا صح. هو اخده ما اخدهوش دايركتلي، ما اخدهوش زي البلانت، اخده باي اندايركت واي. لما البرايمري كونسيومر اكل البروديوسر هنا فاخد بالتالي اللايت انرجي اللي كومينج فروم ذا سن، ولما السكندري كونسيومر اكل اللوكست هنا اخد اللايت انرجي اللي كومينج فروم ذا سن بطريقه ايه؟ باي اندايركت واي. ما خدهاش على طول، اخدها عن طريق الفلو اوف انرجي بتوين البروديوسر واللوكست. يبقى تاني، هاو از انرجي ترانسميتد ان ecosystem؟ simply the plant اللي هي البروديوسر عملت ايه؟ عملت التحويله اللي احنا عارفين، change the light او radiant energy of the sun into chemical energy stored in it during photosynthesis، تمام. وبعدين when an animal هنا اللي هو الconsumers eats the plant، اول ما اكل البلانت اوكي ايه اللي حصل؟ الانرجي بدا يحصل لها flowing from the plant to the animal. حلو الكلام. طيب وبعدين when an animal consumer eat this animal the energy flow to it، لما جه تاني animal secondary consumer بدأ ياكل primary consumer بالتالي الانرجي اتقلت له، تمام. وفي الاخر زي ما احنا متفقين بلازم ننتهي بايه؟ بالdecomposers. تعالوا نفهم اكتر واكتر. ادي اللايت انرجي coming from the sun حصل لها changing into ايه؟ chemical energy stored in the plant، تمام. الانرجي حصل لها flowing، مشيت لمين؟ للانيمال اللي بيئيت البلانت زي الرابتس والانسكت اللي هو البرايمري كونسيومر، وبعدين وصلت لانيمالز بيئيت another animal. شايفين؟ شايفين الflow of energy ماشي ازاي؟ الانرجي عمالة جات الاول من الصن، اتخزنت in form of chemical energy في البلانت، البلانت خزنتها جواها، جات primary consumer اكلها، فلما اكلها اخد الانرجي دي منه، من النبات اللي اكله، تمام. اخذ اللايت انرجي فروم ذا سن بس باي اندايركت واي، تمام. زي هنا كمان ادي السن، الانرجي فلو فروم ذا سن تو ذا كاروت بلانت، حلو الكلام. والكاروت بلانت تحول الراديانت او اللايت انرجي انتو كيميكال انرجي ستورد ان ايت، حلو جدا. وبعدين الكيميكال انرجي اللي ستورد ان ذا فود اتحولت لمين لما الرابت ايه اكلها؟ اتحولت جوه الرابت. جينا احنا كبني ادمين قمنا كلنا الرابت، يبقى احنا خدنا ايه؟ الانرجي بطريقه غير مباشره من الصن، صح كده؟ باي اندايركت واي، صح. عشان كده احنا دايما نقول ان الصن اتس ذا برايمري سورس اوف انرجي اون ايرث فور اول ليفينج اورجانيزم، لان احنا هناخد الانرجي فروم ذا صن باي شكل بس باي اندايركت واي، وهي كانت البدايه،
تمام. ادي هنا كمان ادي اللايت انرجي او راديانت انرجي مشت لغايه الجراس اللي اكلتها الدير، وفاينلي اللاين وصلت له اللايت انرجي باي اندايركت واي. طب تعالوا نركز في some notes دلوقتي. احنا متفقين من الاول ان sun it is the primary source of energy on earth، بس دلوقتي بدأنا نفهمها، عرفنا ان دي مصدر الطاقة الاولي في الارث لكل living organism لكلهم، تمام، لان بتوصل لنا حتى لو بطريقة غير مباشرة، صح. وعرفنا ان في relationship between sunlight والenergy we get from the food، الانرجي اللي احنا بناخدها من الفود، because the energy we get from the food originally comes from the from the sun، اصلا بتيجي من السن. تالت نوت عندنا بيقول لك ان الانيمالز don't choose the food they eat، الانيمالز مش بيختاروا الاكل اللي ياكلوه، تمام، مش على حسب التيست، مش according to the taste، هل انا بحب الاكل ده ولا لا، but they eat according to what their body need to survive، بس هما بياكلوا ايه according to what انا جسمي محتاج لايه علشان يقدر يكمل حياة على الارض. يبقى الانيمال don't choose their food، تمام، they are eating according to what their body need to survive. زي الكاركل، تمام، ده بيقيت الماوس، والرابت لازم ياكل grass، ما نقدرش نشوف الرابت بياكل حاجة تانية غير plants، والbirds بتقيت butterfly وworms، يبقى احنا اتفقنا ان الانيمال مش بيختار الاكل بتاعه. طيب نيجي لتايتل مهم جدا جدا النهاردة، اسمه الفود تشين، اسمه الفود تشين، ده موديل، ده نموذج، ده التمثيلية اللي بنرسمها من الاخر، that shows one linear set، يعني one linear set، step لستيب تانية، ستيب لستيب تانية، اوكي، of feeding relationship لعلاقات التغذية ما بين ال living organism، اوكي، وال movement طبعا of energy between living organism. يبقى الفود تشين ده ما هو الا نموذج يبين لي how the energy is flowing، يبقى هو عبارة عن model that shows one linear set of feeding relationship and movement of energy and how the energy is moving from one living organism to another one. زي example تعالوا نشوف، ادي plants، ادي grapes، ادي vines، ها، it's eaten by mean by the mouse، جاء الماوس هنا وايه واكل الجريبس، حلو الكلام، وبعدين الماوس بعد ما اكل الجريبس الانرجي اخذها من الجريبس، اخذ اللايت، اخذ الكيميكال انرجي من الجريبس، وبعدين الانرجي دي انتقلت للسنيك لما السكندري كونسيومر اكل الماوس، وبرضو الانرجي انتقلت للايجل لما الايجل اكل السنيك. طيب نيجي نشوف هنا ان الفود تشين لازم يكون عندها ايه، لينكات، سو اسهم، تمام. طيب يا ترى الفيرست لينك، اول لينك عندي ده بيمثل ايه او ده بيبين لي مين؟ طبعا الفود تشين زي ما احنا ما متفقين لازم it will start او it begins with a producers او ant او plant، لازم تبتدي بمين، producer او plant، يبقى لازم اول لينك، اول ارو اشوفه الاقي قبله مين، plant او producer، which get the energy food from the sun during the photosynthesis process، اللي بتاخد الانرجي بتاعتها منين، من السن during the photosynthesis process. طب يا ترى السكند او الميدل ده انا مش هسميه سكند، لان هسميه كلمه تانية، هسميه ميدل، لان هما بيبقوا كتير في النص، ممكن يبقوا اكتر من كده كمان في النص، تمام. السكند او الميدل لينك ده بيشمل ايه، الكلاس بتاع الكونسيومر، انهي كونسيومر فيهم، التلاتة، تمام، يعني هلاقي في النص الثلاثه كونسيومر، هلاقي برايمري كونسيومر اللي بياكل البلانت دايركتلي، هلاقي السكندري كونسيومر اللي بييت الاورجانيزم ذات فيد اون بلانتس اونلي، هلاقي التيرشري كونسيومر اللي بييت سكندري كونسيومر وان سو اون. يبقى اول لينك، اول ارو بنلاقي قبله مين، البلانت او البروديوسر. طب تاني ارو بنلاقي مين في النص، مين مترتبين كده، الكونسيومرز كلهم. اخر لينك اللي هو اللاست لينك ده بيمثل مين، فود تشين، احنا متفقين ان هو اند ويز ذا ديكومبوزرز اللي هم بيفيد اون ديد اورجانيزم اند بلانت ريمينز وبواقي كمان البلانتس، وعارفين ان هم بيعملوا لنا فايده مهمه جدا، ان هم دي ريسايكلينج او دي ريتيرن باك ذا انرجي اجين تو ذا سويل تو بي مور اي فيرتايل، عشان تبقى مليانه اكتر بالنيوتشن. يبقى الفود تشين دي عباره عن موديل، ده نموذج بيبين لي الستبس ماشيه ازاي، بيبين لي one linear step، اتجاه واحد مش اتجاهين، يعني الانرجي بدات لفين وبعد كده راحت فين وبعد كده وصلت لمين وانتهت بايه، تمام، مش اتجاهين، فهو one linear set
of feeding relationship and movement of energy between living organs. تمام؟ وشوفنا اللينكات بتبقى ماشيه ازاي. لازم نبتدي ببروديوسر، في النص هلاقي الكلاس كله بتاع الكونسيومر، برايمري سكندري اند تيرشري، اند فاينلي بنخلص الفود تشين بتاعتنا بالديكومبوزر. اكزامبل كمان عشان نفهم اكتر، الفود تشين اهي تاني، ادي الصن، ادت الصن اللايت انرجي للجراس، الجراس ثرو ذا فوتوسينثيسس حولت اللايت انرجي لايه؟ لكيميكال انرجي ستورد انيت. جمع بعد كده مين؟ البرايمري كونسيوم، الكيميكال انرجي ستورد ان ذا جراس انتقلت له. تمام؟ وبعدين جاء الفروج اكل الجراس هوبر، فالانرجي عمال يحصل لها ايه؟ فلوينج. تمام؟ هنا الفروج اخذ اللايت انرجي فروم ذا سن باي اندايركت واي، ما اخذهاش على طول، يعني وصلت في جسمه بس باي اندايركت واي. جا السنيك، ادي كونسيومر تاني، عمل ايه؟ اكل الفروج، كل الانرجي دي انتقلت له هو. جا في الاخر الهوك الكونسيومر او التيرشري كونسيومر، وعمل ايه؟ اكله، اكل السنيك وبرده الانرجي انتقلت. يبقى دي الفود شين، ده موديل بيشو ازاي الانرجي بتفلو بتوين الليفنج اورجانيزم وبعضها. هنا كمان نفهم تاني، ادي هنبتدي بالجراس اللي هو الجرين بلانت، اكلوا مين؟ اكلوا الجراس هوبر، وبعدين انتقلت لمين؟ للبيرد، وبعدين جاء السكند كونسيومر هنا اللي هو السنيك، اكل البيرد فانتقلت له ايه؟ الانرجي، وانتهينا بمين؟ بالترشري كونسيومر اللي هو هنا الاول. خلاص. وممكن نزود كمان ان في الاخر بيكون في ايه؟ الديكومبوزر اللي بيعمل ريسايكلينج. تعالوا نشوف كمان واحد، هنبتدي باللايت انرجي، اللايت انرجي ادت، هنبتدي بالسن، السن ادت اللايت انرجي فور ذا جراس، الجراس حولت اللايت انرجي انتو كيميكال انرجي. تمام؟ جاء برضو تاني جراس هوبر، اكل الجراس، الفروج اكلت الجراس هوبر، السنيك اكل الفروج، الهوك اكل السنيك، وفي الاخر فاينالي بننتهي دايما بمين؟ بالديكومبوزر. في تعريفين هنا مهمين نعرفهم وخدناهم السنة اللي فاتت، اللي هو البريدتور. مين هو البريدتور؟ ده الحيوان المفترس اللي بيأتاك، اللي بيروح يهجم، اللي بيروح ياكل، ده الانيمال. وطبعا ده لازم يبقى كونسيومر، that hunt اللي بيروح يصطاد and eat another animal، that hunt وبياكل another animal. يجي بعد كده مين؟ البراي، الانيمال that is hunted الغلبان بقى اللي بيتاكل and eaten by another animal. يبقى عندنا تعريف predator وعندنا تعريف prey. طب تعالوا بقى نتكلم هنا عن الهوكس. الهوكس اللي هم الصقور، المفروض صقر، خلاص، in the ecosystem. بيقول لك ايه؟ ان الهوكس دول don't eat plants، ما بياكلوش plant خالص، بس بياكلوا الانيمال اللي بتاكل البلانت، زي مين؟ زي السنيك، تمام؟ زي المايس، زي الفيش، زي البيرد، زي السكويرل، زي الرابتس، خلاص؟ يبقى هم بيتغذوا على البلانت بس بطريقة غير مباشرة. تمام؟ يعني لما ياكلوا مثلا لما ياكلوا مثلا الرابتس اللي بياكل هو او السكويرل اللي بياكلوا البلانت، يبقى وصل لهم بطريقه غير مباشره الايه؟ الغذاء اللي كان موجود في البلانت او الانرجي اللي كانت موجوده في البلانت. So they depend on plants for energy but with a indirect way. يبقى هم صحيح عمرهم الهوكس ما هيروحوا ياكلوا plants directly، بس بتوصل لهم البلانتس ده بديبند اون ذا بلانت فور انرجي، بس باي indirect way. There are few predators that can attack hawks. بيقول لك ان في قليلين جدا من البريدتورز اللي هم الحيوانات الاقوياء اللي هم بيروحوا يعملوا هانتنج، اللي يقدروا على الهوكس، such as الايجلز وكمان الايه؟ الهوكس. الايجلز اللي هم النسور، والهوكس اللي هو الصقور. تمام؟ يعني ممكن هوكس ياكل هوكس، وممكن النسر ياكل الصقر، What happens when the hawk or any living organism dies؟ طب سؤال احنا عارفينه، ايه اللي هيحصل لو الهوك أو أي living organism حتى لو plant it will die؟ إيه اللي هيحصل؟ simply هيجي لنا مين؟ مين الجروب اللي ما بيصدق حد يموت؟ اللي بيتغذوا على dead organism بالظبط كده، الديكومبوزر. يجروا عليه الديكومبوزر، بيعملوا له decomposition، وهم بيعملوا decomposition بيفيدوا السويل إن هم they return the nutrient back again into the soil. ايه بقى كلمة food web الجديدة اللي عندنا دي؟ food web it's a model، ده نموذج برضو، that shows many different feeding relationship among living organisms. ده بقى بيبين التداخل ما بين كذا food chain وبعضها.
تاني. ده الفود ويب ده بيبين لي التداخل ما بين كذا فود شين وبعضها. يعني هنا بيقول لي ان هو it's made up of several interconnected food chain. ده بقى متكون مش food chain واحدة، كذا food chain متداخلين ايه مع بعض. يبقى ايه الفرق ما بين الفود شين والفود ويب؟ الفود شين بتشوز ايه؟ one linear set، linear واحد بس، يعني food chain واحدة بس، والflow of energy في food chain واحدة بس. إنما food web دي بقى دي الكبيرة بقى، دي it's made up of several interconnected متداخلين مع بعض food chain. لما نلاقي الزحمة دي نبقى عارفين إن إحنا فين، في food web. طيب يا ترى إيه الأفضل، إن أنا أستخدم food web ولا أستخدم food chain؟ It's better to use a food web to show the interaction among the living organism than a food chain. هنا بيقول لنا لا، الافضل طبعا ان احنا نستخدم فود ويب بدل ما فود شين. طب ليه؟ اصل الفود ويب بتديني نظره اوسع، تمام؟ الفود ويب بتشوز الانتر اكشن امونج ماني فود شين، بتبين لي الانتر اكشن بتوين ايه؟ ا لوت اوف فود شين، مش واحده بس. سو ذا فود ويب كونتينز ماني اورجانيزم. فالفود ويب ده معناه ان هي ايه؟ مليانه بماني اورجانيزم. انما الفود شين شو ذا انتر اكشن بتوين فيو اورجانيزم، بتبين لي انتر اكشن بس بعدد قليل جدا 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 من الاورجانيزم. يبقى تاني اتس بيتر طبعا تيوز الفود ويب عن الفود شين. طب يا ترى ليه؟ اصل الفود ويب بتبين لي الانتر اكشن امونج ماني فود شين، فبالتالي ما دام امونج ماني فود شين يبقى هي جواها كم ليفنج اورجانيزم، فيها كتير، غير لما استخدم الفود شين اللي بتبين لي الانتر اكشن بتوين فيو اورجانيزم. سؤال هنا، what happens if a living organism in an ecosystem disappear؟ ايه اللي هيحصل لما living organism في الايكو سيستم يحصل له ديسابيرنس، مش فكره يموت، يختفي خالص، يحصل له اكستنكشن، ينقرض، ايه اللي يحصل؟ طبعا الفود ويب تمام will be affected، اكيد هتتاثر، because some organism lost their food source. لما living organism يحصل له extinction، يحصل له انقراض، طبعا الفود ويب هتتاثر. هتتاثر ازاي؟ هم مش في living organism ثانيه، في animals ثانيين معتمدين على وجوده. طب تخيلوا كده معايا لما ينقرض او ما يبقاش موجود، ايه اللي هيحصل؟ طبعا الاذر ليفنج اورجانيزم لوس ذير فود سورس، هيبتدوا يفقدوا مصدر الاكل بتاعهم. وبكده نكون خلصنا بارت 2 من كونسبت 2. اتمنى اكون فدتكم. ثانك يو، اند ذس واز مسز بيير.